وصلنا إذن للفقرة الثانية، وهي رح تكون فقرة سياسية بامتياز. معنا ضيف عزيز هو وزير العدل السابق الأستاذ شارل رزق، اللي كان بهالموقع على عهد الرئيس أميل لحود من 2005 لل 2008، وكان مقرب من الرئيس لحود إلى أن وقعت الواقعة وخالف موقف قوى 8 أدار وساند إقامة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وآمن بالعدالة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. منرحب فيك معالي الوزير شارل رزق براديو مونت ليبانون لوس أنجلوس. خليني أوضح لك صغيرة بس. نعم. أول شيء أنا ما خلفت أي موقف من أي اتجاه، يعني عم تحكي لي انت بتبني أدار، انا لا لي علاقه بتبني أدار ولا لي علاقه ب 14 أدار. بعدين ذكرت الرئيس لحول، صحيح اني انا كنت وزير لما كان هو رئيس جمهوريه، بس انا علاقتي معه ما لها اي ارتباط مع مواقفي السياسيه. الموقف اللي اخذته انا من اغتيال الرئيس الحريري هو موقف قانوني ضميري ليس إلا. أوكي؟ نعم. ولكن ما كلفك كتير هيدا الموقف؟ أبدا ما كلفني شيء زيتان. وأنا ولما اتخذت هالموقف، يعني لما بتخذ أنا موقف قانوني ما بنتبه لا للربح ولا الخسارة يعني. نعم. طيب، ولكن فينا نقول انه حضرتك حاربت من اجل المحكمة الدولية لانك امنت بالعدالة، يعني امنت بانه مفتر لازم نوصل للحقيقة ولازم نوصل للعدل، العدالة تاخذ مجراها كرجل قانون. نعم طبعا نعم. ولكن بعد صدور يعني قرارات المحكمة في ناس بيقللوا من اهمية الاحكام اللي صدرت، بيقولوا النتيجة ما كان بدها كل هالقد، شو رأيك بهالكلام؟ جوابي بسيط جدا، المحكمة قراراتها خاضعة للاستئناف. نعم. إذا الأصحاب أولياء الدم ما استأنفوا قرار المحكمة وإذا هن ما احتجوا عليه، لا الحق على المحكمة وطبعا لا الحق على الوزير. نعم. يعني ليش إذا كان القرار اللي أخذته المحكمة ما عجبهم ليش ما استأنفوه؟ نعم. وممكن يستأنفوا كانوا. أها. بس ما بدون الهيئة. كيف؟ ما بدون الهيئة. طب هذا يعود لهم، يعني هالشي هذا لا يلام أحد غيرهم عنه. نعم. إيه. أوكي؟ نعم. أهالي ضحايا انفجار المرفأ ونسبة لا يستهان بها من اللبنانيين تطالب بتحقيق دولي أو بمحكمة دولية بانفجار مرفأ بيروت، هل حضرتك من مؤيدي هالمطلب أو بتعتقد أن القضاء اللبناني قادر على تحقيق العدالة؟ خلينا نبلش بالقضاء اللبناني يلي يبدو في قضاة تحقيق جماعة كثير يعني عندهم من النزاهة، بس ليه ما بدنا نخليهم يعني يعملوا تحقيق؟ سمعنا هذيك اليوم على التلفزيون شخص هو رئيس حزب ينتقد القاضي، طب خلي القاضي بالأول يعطي الجواب ويعطي هو نتيجة التحقيق وبعدين بنشوف. على كل حال السلطة الوحيدة التي لها الحق بالاعتراض على قرارات قاضي هي القضاء. تصوري مثلا انه يطلع شخص ويعترض على قرار من قاضي التحقيق قبل ان تقرر المحكمه. نعم. عندك اي يعني ماخذ او تعليق او اي شيء كيف بتشوف يعني مسار التحقيق، يعني مثل ما كان عم يشتغل عليه القاضي بيطار؟ يعني القاضي بيطار بالوهله الاولى يعني هو محاض احترام الجميع. خلينا بالأول نعطي الفرصة والمجال إنه يعمل شغله، بس ما حدا غير القضاء له حق ينتقد القاضي أينما كان ومن ما كان.
مرسوم التشكيلات القضائية بعده معلق ورئيس الجمهورية ميشيل عون مش عم بيوقعه. أداة تعليق هالمرسوم بيأثر على آلية وفعالية عمل القضاء وليه الرئيس مش عم بيوقع برأيك؟ يعني أن يعترض تعترض الحكومة على قرارات قضائية بامتياز هذا شكل يعني شيء غير مقبول. ألو سمعتيني؟ نعم نعم معك. فهذا بيضعف طبعا القضاء وهذا شيء مؤسف. نعم بس ليه مش عم بيوقع؟ هذا الأمر سألتي؟ لا ما سألته. بدك تسألي لألو. أنا لو كنت أنا هلأ وزير عدل وعندي موقع على الصعيد السلطة بعرف شو بعمل، بس اليوم أنا خارج هالإطار كله والحمد لله. يعني أنا ماني داخل بهالقصص ولاني بداخل بهالسلطة يلي أساسا هي سلطة غريبة فرضت على لبنان من الخارج فرضا. بس قديش يعني عدم يعني صدور المراسيم يعني بيأثر على عمل القضاء؟ يعني نحن ما بنعرف، نحن مش قانونيين ولا رجال قانون، بس قديش هيدا بيأثر على عمل القضاء؟ يا مدام الأنظمة الديمقراطية الحديثة العصرية نعم. المتحضرة تقوم على مبدأ أساسي وهو مبدأ فصل السلطات نعم. التشريعية الرموح نعم. والتنفيذية يعني الحكومة والقضائية. أي خرق لهذا المبدأ الأساسي في الدول الأعضاء المتحضرة العصرية هو يصيب نظام هذه الدول بالصميم. على كل حال خليني أقول لك شغلة. أنا وحقيقة أنا عم بعبر عن رأيي هنا وهناك ولا سيما على التويتر، على التويتر حيث أنا يعني بيسمعوا لي الألاف عشرات الألاف وأكثر كمان من المواطنين. أنا أعتبر أنه اليوم لبنان ضحية تدخلات خارجية غير مقبولة وأن السلطة الحالية تمثل هذه التدخلات الخارجية. هلا انت وين قاعدين؟ انتم عم نحاول الناس في الاقتراب مش هيك؟ صحيح. طيب هلا عم نسمع بلبنان انه كثير عم بيشجعوا التصويت من قبل المغتربين للانتخابات الموعوده مش هيك؟ نعم. طيب كلياتنا نتمنى ذلك، ولكن أنا كثير أستغرب المبالغة الرسمية والحكومية في عدد المغتربين المزعومين يلي أنه سجلوا للانتخاب. هذا العدد لا يتجاوز 250 ألف مغترب سجلوا أسماء مشان الانتخاب. ثم حتى أنا بيعرف لأنه السلطة نحن سلطة ناقصة قديش عدد المغتربين إجمالا بلبنان؟ ناس بيقولوا 12 مليون، ناس بيقولوا 10 مليون، ما حتى أنا بيعرف. ووزارة الخارجية والمغتربين أول من يجهل عدد والمعلومات عن المغتربين. بس معلي بس هون في توضيح صغير، هو في 12 مليون ويمكن أكثر بالعالم من أصل لبناني، ولكن هول لا يعدوا مغتربين لأنه مش موجودين على على لوائح الشطب بلبنان. عدد اللي موجودين أنا مهتم مش بس بالمغتربين اللي من أصل لبناني، أنا أهتم بالمغتربين الذين يحملون الجنسية اللبنانية وبالتالي هم مؤهلون لممارسة حقوق المواطنية على في لبنان. فهلا بيقولوا لنا انه 244 او 250، اذا كان العدد للمغتربين 12 مليون هذا العدد من اللي سجلوا للانتخاب هزيل جدا 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 ولن يؤثر كثيرا على نتيجه الانتخاب.
هلا ناس بتقول انه يا خيي لا المغتربين 10 مليون 8 مليون 7 مليون ايا كان ان يتسجل فقط 250 حتى لو كنا 8 مليون مغترب هذا امر غير كافي. لذلك اقول ذلك اقول ما يلي انا استغرب انه يوضع حاجز او ان يصير في تفرقه بين المواطنين المقيمين في لبنان والمقيمين في الخارج كلياتهم لبنانيين وقالوا حق الانتخاب. وضيف شغلة تاني لما بنقول انه يعني نعلن حق المغتربين بالتصويت طب ليش التصويت بده تسجيل وبعدين بده ينعمل في الخارج وبعدين بده ينقل الصناديق الى لبنان ولا نحن عايشين اليوم بعصر الانترنت المغترب يعني المسافة بين كاليفورنيا وبين بيروت لبنان هي نفس المسافة إلكترونيا يلي بين بيروت وبين جونية أو بيروت وبين صيدا. لكن هركركبين ليش المغترب يلي بكاليفورنيا بلوس أنجلس مثلا لا يصوت بلوس أنجلس إلكترونيا؟ ليش؟ نعم في ناس بيكون بتكون يعني مركز الاقتراع تبعه بعيد عنه 4 ساعات وبعدين لا 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 بعيد عنه أقل من 4 ثواني لأنه ما في مسافات بالتكنولوجيا الإلكترونية. نعم أبدا. نعم هلا أنا وياكي أنا قاعد ببيروت مش هيك؟ صح. أنت وين قاعدة؟ أنا ببنسلفانيا والإذاعة باتشي بكاليفورنيا. إذا ما في مسافة بينك وبين إلكترونية صح وهالشي لازم نف بالكم بالأحرى يتم عن طريق ال التصويت. ولكن هون في شغلة أخطأ أنا بعرف هيدا مش إنه عم حلل هيدي معلومة الحكومة والسلطة اللي وراها لا تريد الانتخاب لا للمغتربين ولا للبنانيين والكلام عم بيصدر عنهم هو بالحقيقة كلام بكلام نحن نعرف أن هذه السلطة لا تريد إجراء الانتخاب يعني قرار الجمهورية بتصريحاته عم بيلمح إلى ذلك. يعني تعتقد قرار المجلس الدستوري رح يعكس هيدا الشيء يعني رح يعملوا شيء تتأجل الانتخابات أو لا تصير إنه يا سيدتي نعم المجلس الدستوري نتركه ما بعرف شو حيعمل حكي الحال خبرتنا مع كل السلطات بلبنان وعلى رأسها ومنها المجلس الدستوري ليس مشجعة ليست مشجعة جدا. أنا بعرف أنه عم بحكيك ببديهيات السلطة بلبنان تخشى الانتخابات لأنه هذه السلطة إذا تم الانتخاب بدها يعني حقيقة تكون يعني مفاجئة لها لأنه كل الناس عارفين أنه الرأي العام اللبناني يتغير وإذا ما تغير اليوم بيكون حقيقة مصيبة كبيرة كارثة على لبنان. ليش؟ لأنه شو نتيجة عمل هذه السلطة في السنوات الأخيرة؟ نتيجة الإفلاس وتجويع اللبنانيين. هلا كيف من بعد ما كانت هذه النتيجة الكارثية لممارسة السلطة بدأ الانتخابات ما تتأثر أخيرا تتأثر والسلطة تخشى ذلك. ولكن أنا أريد أن أقول شيء كمان كتير 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 مؤسف كمواطنين نحن عم نشهد ذلك نشهد انتشار الإفلاس والجوع بلبنان ولكن بالوقت نفسه الشعب اللبناني كلياتنا عارفين أنه ما حيثور على هالسلطة ما حيفرض التغيير لو أي شعب بأي بلد آخر صار معه اللي صار بلبنان يعني وصلوه إلى حافة المجاعة كان بيسور كان بيسفك كانت الدماء سالت في الشوارع إلا بلبنان. ليش يعني نحن بالانتشار عفوا على المقاطعة معالي الوزير نحن بالانتشار يعني بننظر للي عم بيصير بلبنان وبنقول كيف هالناس قادرين يفيقوا كل يوم يعيشوا حياتهم ويرجعوا يروحوا يناموا بالليل يعني بدون ما يشوروا والثورة والثورات تكون معظم الأوقات الثورات التغييرية
تكون ثورات عنيفة. نعم. يعني الثورة الفرنسية سنة 1789 قطعت رأس الملك. الثورة السوفيتية سنة 1917 فاتوا الثوار ورميوا الأيسر وعائلته بالرصاص. لا أنا ما عم بقول إنه لازم نعمل هيك عنا في لبنان، ولكن نضل هيك عم نشاهد ونتركهم وهوديك ولا يبالون. يعني السلطة لا تبالي بلبنان. ليه؟ لأنه تعلم أنه بلبنان ما في شعب، في شعوب، ما في شعب واحد، في طوائف. هلأ الرئيس تفضلي عم بيقول لك الرئيس عون بأحد أحاديثه الصحفية بقطر قال إنه الأزمة الاقتصادية بلبنان ساهم بتعميقها بال 2019 اللبنانيين اللي كانوا عم يتظاهروا بالشارع. هلا مين المسؤول عن هالأزمة؟ ما سمعت عيدية. قال الرئيس عون بقطر بأحد أحاديثه الصحفية إنه الأزمة الاقتصادية بلبنان ساهم بتعميق اللبنانيين اللي كانوا عم يتظاهروا بالشارع بال 2019. طيب في تفسير لنا شو بيعني بهذا الكلام؟ كيف يعني؟ يلي تظاهروا وتظاهروا سلميا. نعم. كيف هودي ساهموا بتعميق الأزمة الاقتصادية؟ كيف؟ ماذا يعني بذلك؟ أو فكر إنه اللبنانيين عم بيسمعوا ما بيعرفوا، مش قارين كتب ولا بيقروا جرايد؟ كيف يعني؟ كيف؟ هذه السؤال خليك معي. اللي بقصده أنا إنه النظام الطائفي اللبناني مثل ما هو معتمد اليوم، هذا النظام لا يسمح لسوء الحظ للشعب اللبناني أن يعبر عن سخطه وغضبه على اللي ما هو جاري اليوم من قبل هذه السلطة. ليه؟ لأنه الشعب اللبناني، خليك معي هون، الشعب اللبناني اليوم مثل ما قلت لك ما هو شعب، إنما هو طوائف مقسومة إلى ثلاث أقسام. في ثلث شيعي، في ثلث اللبنانيين سنة، وثلث اللبنانيين مسيحيين. كيف بدك تنقذ لبنان؟ خلي شعب اللبناني ينقذ شعبه إذا أحد هالأثلاث الثلاثة. إذا في ثلث قلت لك سنة وثلث شيعي وثلث مسيحي، إذا ثلث من هالأثلاث الثلاثة بالنهاية يشعر إنه ما يحصل في لبنان هو انتصار للفئة الإقليمية الخارجية، للقوة الإقليمية الخارجية التي تسببت هي بهذه الأزمة. تصوري مثلا أنت على أمريكا مثلا أنه تصير في كارثة اقتصادية وثلث الأمريكان يكونوا مبسوطين، يعتبروا أنه هذه الكارثة الاقتصادية هي انتصار للقوة اللي هن خارج، للقوة الخارجية اللي هن بأي دول. هيك عنا صاير بلبنان. كيف بدك يقوم الشعب اللبناني ينتفض وثلث هذا الشعب يؤيد الكرسي اللي يحبذ الكرسي اللي وقع فيه لبنان؟ هيك عنا صاير بلبنان. لازم نعرف هالشيء، وانتم المغتربين لازم تعرفوا هالشيء، انه ثلث اللبنانيين هن مبسوطين للكرسي اللي حلت بلبنان، لانه هن بيعتبروا انه هالكرسي اللي حلت بلبنان هي انتصار كبير، هي انتصار للقوة الخارجية اللي هي تسببت بهذه الأزمة. ليش؟ لأنه هذه السلطة الخارجية يلي بتريد وضع يدها على لبنان عم بتجوع لبنان، الشعب اللبناني. أفضل طريقة أنت لتوضع يدك على شعب هي أنك تجوعيه. هيك صار عنا بلبنان. مع الوزير تحدث الرئيس عون، بس لأنه بعد معنا بس 4 دقائق، عندي سؤالين إذا في وقت لألون. تحدث الرئيس عون كمان بمقابلة مع جريدة الأخبار مؤخرا، كان شوي مبهم بكلام، قال لن أسلم للفراغ. كيف لكي لكي, لكي لكي التصريح هذا منه الوحيد اللي هو مبهم؟ طيب تفضلي بليز كيب اون. نعم في هلا عم ينحكى كمان عن رغبه الرئيس بالتمديد حتى يصير تسليم للوزير باسيل يكون هو الرئيس المقبل. ما بعرف شو رايك، وهل من رادع قانوني مثلا يعني بيمنع الرئيس انه يعني
يقوم بأي تصرف من هالنوع لما تنتهي ولايته؟ أول شيء خليني ذكرك أنه قلت لك أنه هذه السلطة اللي على رأسها من هو على رأسها لا تريد الانتخاب، لأنه الانتخابات إذا تمت حسب النظام وحسب الأصول هي تقود إلى التغيير. اللي عم تقولي لي هلأ يعني أنه الرئيس لا يريد هذا التغيير؟ زي القصة، هذا هو جوابي. ما بدك تقول أكثر من هيك. طب حضرتك ما بدك تقول أكثر من هيك، ما بدك لا أعمل لك شيء. عفوا أنا مادموزيل، أنا افتراضي أنك أنت سمعتيني وفهمتيني. نعم نعم نعم، وأنا واضح والمستمعين كمان صحيح، فما بدي أوضح يعني واضح أكثر من هيك، كلامي واضح مثل الشمس. طيب حضرتك كنت أحد الأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية خلفاً للرئيس أمين لحود بال2007، لو كنت اليوم رئيس للجمهورية كيف كنت تصرفت حيال الأزمة مع الدول العربية والحالة الاقتصادية الراهنة وشلل الحكومة بسبب موقف حزب الله من عمل القاضي بيطار؟ شو كنت عملت بهالمرحلة؟ هلأ أنا زي ما نعمل افتراضيات كيف يعني إذا ما إذا أوكي اعمليني رئيس جمهورية وتشوف شو بعدين. طيب شو لازم يعمل رئيس الجمهورية إذا بالفعل كان حاكم للبنان؟ لكن حسب الرئيس كيف انتخب. إذا الرئيس العتيد انتخب حسب الدستور وحسب الأصول شيء، وإذا لم ينتخب يعني عمل شيء هيك حيلة دستورية وجابوا البدنية، هذا تاع ساعتها شو بدنا نحكي. نعم، بتتصور انه رح نشوف فراغ مثل ما صار من قبل، فراغ رئاسي؟ انا اخشى ذلك، واللي اكثر من هيك اخشى اللي قاله الرئيس بكل وضوح انه اذا ما انتخبوا خليفة لي انا باقي يعني التمديد. مشكلة واضح القصة، يعني ما نفتش ونعمل هيك افتراضات. نعم بس الصواتح صرحوا هذا موضوع بينه. نعم طيب ما بعرف، يعني كنا بنتمنى يكون معنا وقت أكتر كمان يعني بهالحديث معك، أكيد إذا الله راد نرجع مرة تانية نلتقي إذا أنت بتحب وإذا الظروف سمحت. مشكرك كتير. أيا كانت الظروف، طالما عم خاطب لبنانيين وأنا لا أميز بين اللبنانيين المقيمين في الخارج واللبنانيين المقيمين في لبنان. نعم. هم مواطنين أيا كان المكان الذي يقيمون به، أنا جاهز وحاضر وأتمنى ذلك، لأنه التحاور مع اللبنانيين ما في أجمل منه، وهذا واجب أي إنسان يدعي العمل السياسي. صحيح، ونحن بنحب انه يعني من خلال ضيوفنا ومن خلال ضيوف مثل حضرتك عندك يعني اطلاع واسع على امور كثيرة، يعني المرحلة السابقة او المرحلة الحالية اللي عم يمرق فيها لبنان، يعني اكيد بهمنا يعني تنوير المغترب اللبناني للامور اللي عم بتصير بلبنان. في كثير منا ما بيتابعوا الاخبار يوميا وما عندهم يمكن تلفزيون لبناني يحضروه او شيء، فبنحاول كمان، او في منهم كثير كمان ما بي بيقروا نحوي ما بيقروا عربي كمان، سو بنحاول قد ما فينا ان ننقل الكلمات السهله ليقدروا كمان يفهموا علينا ويفهموا مزبوط شو عم بيصير بلبنان ويضلوا على اطلاع. شكرا كثير لك. وانا يعني بس بدي قبل الختام ركز على نقطه واحده. اوكي، اليوم حاله لبنان الاقتصاديه الجميع يعني علميا وكل الإحصائيات الدولية أو غير الدولية تصف لبنان الاقتصاد اللبناني هبط إلى أدنى مستوى في العالم، يعني تحت الحبشة تحت إثيوبيا. نعم. وتحت سريلانكا للأسف، وبده يجي وقت أنه لبنان ما حيقدر يخرج من هذه الأزمة الاقتصادية الخطيرة للغاية إلا إذا تخلص من نظامه السياسي والطائفي الحالي. حيجي وقت قلت لي
صار ما نظامنا السياسي هو ما هو ثلث اللبنانيين هن راضيين او بيعتبروا انه الكارثه اللي اوقعتنا فيها القوة الخارقة الإقليمية اللي هي عم يتعاطفوا معها هي انتصار كبير. يعني طالما الحال هيك ما حنقدر نخلص من الأزمة الاقتصادية مع هذا النظام السياسي. حيجي وقت يكون علينا أن نختار بين الموت الاقتصادي واستمرار النظام الطائفي. ما فيك تحلم بالخروج من الأزمة الاقتصادية وأنت تحافظ على النظام الطائفي الحالي في لبنان. نعم، شكرا كثير لك ولمشاركتك معنا معالي الوزير السابق الأستاذ شارل رزق. لهون مستمعينا بتنتهي حلقتنا لليوم من برنامج صوتنا اللي بقدمه كل أربعة بالتعاون مع موقع جبلنا ماجازين. نشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم الدكتورة هلا غصن والدكتور والوزير الأسبق للعدل الأستاذ شارل رزق، وبنشكر كل المستمعين اللي رافقونا بخلال هالساعة. ملتقانا معكم الأربعة الجايين، الله رب. إلى اللقاء. إلى اللقاء.